لكن خلينا نشوف كمان بهذا التقرير محمود كيف مات وشو شاف وكيف رجع واليوم كيف ينظر إلى هذه التجربة. خلينا نشوف. لا تتفاجئ ولا تستغرب، الإنسان بعده عايش براد الموتى. نعم، هاي تجربة أنا عشتها. مش لدقايق ولا لثواني، لمدة 3 أيام. بال76 كنت أنا بأول طلعتي، كان عمري 16 سنة، مع بسكليت ماشي عن كنيسة مارو خايل، وفجأة بحس إنه شيء صخم فات بظهري وحسيت إنه بدي غبت عن الدنيا. وعيت هيك العالم عم حوالي عم بيحاولوا يشيلوني، لقيت حالي متصوب ومخزق اماكن كلها، لحد ما اجوا وقدروا شيلوني وحملوني على المستشفى، حطوني على شريو بالاشعه. هون انا غبت عن الدنيا كلياتها، ما عاد شايف شيء. بوعه بلاقي حالي بدني غريبه، دني حلوه حلوه حلوه، فيها شيء ما في عين شافته قبل هلا، على الارض مش موجوده. الدنيا كلها خضار. كيف ما تتطلع، مد عينك والنظر خضار. كنت مبسوط كثير. انا بيني وبين نفسي عم بحكي مع حالي هيك، بيني وبين نفسي عم اقول انا بالجنه. انا عايش بالجنه. عم بتطلع بالميل الثاني بلاقي قطيع جمال. بركض هيك اتفرج عليهم حلوين هيك جايين، بس ما في حدا. عم بركض هيك لاتفرج عليهم، بلاقي مثل صوت انهر سبحان الذي خلقه. تتطلع فيها عن جد عن جد عن جد، والله العظيم ما في حدا يتطلع فيهم. اللون اللي عليهم غريب، برق على الوان دخيل اسم الله اسمه. فيها من لون غريب. انا ركعت ما عاد فيها. فجأة عم بتطلع هيك حوالي، تغيرت الدنيا. تغيرت الدنيا، صار مثل شيء يعني برق رعد، الدنيا سودة، غيم أسود. تحس مثل طيور من كتل النار هيك طايرة. وفجأة بيطلع لي مثل شيء هيك بركان فجر، بس هو بتنزل من الأرض. بصير مثل في دوار عم يخدني يسحبني على جورة. من خوفي هربت. لقيت حالي بوحل عم بتطلع بهيك بجبال وحل هيك مثل ما هي، لقي سمك فيها نصها برا، نص بوزة بالوحل ونص السمكة برا. صرت اسحب السمكة يطلع نصها للسمكة، بس برضه عايشة. لحد ما عدت شفت شيء ابدا نهائيا. بعد شوي وعيت، لقيت رجل مسن معه قطيع غنم ملتم، معه عصاية طويلة، حط ايده على كتفي وقال لي: قوم يا محمود يا ابن فوزية، انت خير وامك تحت اجريك خيرة، اشكر الباري على اللي انت فيه. لقيت حالي تحت شجرة، تحت نخلة، برضه بالخضر الحلو. الأصوات عم بسمع أصوات غريبة، ما في صوت إلا ما بيرتعش البدن فيه. حس إنه الأرض تحتي عم ترج، صوت ضخم مرعب. عم بطلع هيك بلاقي ورا هالشجرة أمي. قال هي رايحة تضحك لي، بس ضحكت لي وأشرت لي بإيدها. قالوا رايحة، أنا أبكي بصرخ وعيط له: يا أمي يا أمي. لحد ما شو قال هيك، لقيت يعني ناس لابسين ابيض بابيض، مثل نسوان محجبه كلها سوا هيك ملتمة ابيض بابيض، وصاروا يحكوا معي بس ما افهم عليهم، صوتهم كثير كثير غريب. ساعتها بيجي الرجل
باللي قوم بوس اجرين امك لانه دعاها الله استجاب لي. قامت لقيت امي عم بوس اجرين، عزت علي الدنيا. محمود، بعدك لهلا بتتاثر لما تشوف أكيد. شو أكتر شيء خليك تتأثر؟ يعني شفتك أكتر من مرة كأنك دمعت أو بكيت، يعني بس بدي أسألك قبل ما قديه نحن كنا بالصورة مرافقين الصورة الحقيقية اللي أنت براسك، يعني 90% أنتم مرافقين هي ذاتها، يعني تقريبا الرائع. كنا عم بنشوفه هو نفسه اللي أنت شفته، هو ذاته كان أهم شيء، أنه كنت أسمع أصوات ضخمة، أنا أصوات غريبة، يعني شو بدي أقول لك، ما بتنوصف. هو كان عندي أمي بالدنيا، فهمت علي؟ ويمكن هذا الشيء دخيل اسم الله دعائه، واللي أنا سمعته بالغيب، اللي أنا كنت فيه بالغيبوبة اللي أنا كنت فيها أو بالموت. انت بتعتقد انه هيدا موت؟ على حسب ما سمعت وحكي قصة انا. نعم. عرفت كيف؟ الاطباء شو قالوا؟ قالوا انك انت متت. هيدا الموت، يعني هيدا من انطباع الجنة، من انطباع العمل المنيح والعمل السيء. طيب هلا بتخاف من الموت؟ لا. ما بقى تخاف من الموت؟ لا 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 لا، مستحيل. طيب في مطرح مرق شغلة رح نرجع لها كمان خلال الحلقة. نعم. اللي هو انا ما بعرف كاني فهمت الثواب والعقاب، يعني الشيء اللي ما شافه سليم انت شفته، يعني انت شفت الخضار والجنه والانهر والجمال وكل هيدا، وفجاه شفت الغيم الاسود والبركان النار اللي جورا اللي عم تجرب تسحبك لعندها، والوحل والسمك اللي بالوحل، اللي يعني بتعتبر انه انت شفت الجنه وشفت، يعني شفت الجنة وجهنم إذا بدنا نعطي هذا التوصيف. دخيل اسم الله يمكن فرجني، إذا بدي أنا ضل ماشي أما أنا جنة أشرح لي، إذا بدي أعطي أهلي عرفت كيف؟ وبما إنه أنا كنت ولد طايش وشوي مدلع عرفت كيف؟ عاصي بيي وعاصي أمي أنا، مش إنه اعتبرتها هيدي أكيد